كان عندنا اعمال مميزه. انا بس اساس ما يخاف اقاطعك، اسمحي لي لان الوقت كلش عندي شارف على الانتهاء. شنو تبين حق مجموعه مواهب يا اماني؟ شنو ابي؟ طموحكم اي كشباب حق مجموعه مستقبلا اي؟ طموحنا باذن الله ان نوصل للعالميه. ان شاء الله. يمكن مبكر، يمكن مبكر. اول شيء يوصل صداها للوطن العربي او الخليج العربي بالاول، باذن الله نوصل للعالميه. نعم مشكوره، مشكوره يا ماني، مشكوره يا حبيبتي، تسلمين. مشكوره على الفرصه. الله يسلمك. بالنسبه سمعت انتو اماني قال خلص الوقت عندي. زين خلص الوقت، كلمه عبد العزيز وكلمه امونه، اسمع منكم. بلش منى. اي تبلش فيها كلمتين تسكت. اي تفضلي. اوكي طبعا اول شيء حابه اشكركم على هالاستضافه. نعم. الحمد لله، يعني في شباب عندنا وايد موهوبين، في شباب للحين مو عارفين شنو مواهبهم، فحياكم الله، نموا هالموهبه هذه، لا تخلونها تضيع كذي يعني. نعم. وان شاء الله في لكم، بيكون لكم ظهر، ان شاء الله في لكم احد بيلقاكم. نعم. او انتم بتلقون نفسكم بهذا المكان. نعم. يعني عبد العزيز عندكم معرض قادم ان شاء الله؟ فعاليه اول شيء حاطين بالنا فعاليه معينه. فعاليه تبي تعلن عنها ولا بعد رياض؟ لحد الحين مو واضحه، بس يعني هي بدها دراسه شويه. بعدين ان شاء الله يعني. هل اول استضافه لكم بعد البرنامج، بعد معرضكم عندنا في تلفزيون شاهد في برنامجنا؟ نعم. هذه أول استضافة. حياكم الله صراحة. أنا سعيدة جدا وايد إني أنا تكونون بضيافتي، لأن أنا زرتكم وأنتوا بعد تستاهلون من يوقف معاكم ويدعمكم. عبد العزيز عندك كلمة تبي تقولها؟ طبعا أشكرك دكتورة وأشكر قناتكم المميزة، وخاصة أنكم قاعد تدعمون الشباب، وأوجه تحية طبعا حق كل الشباب الكويتي بالأخص أعضاء مجموعة مواهب والإداريين والإخوان والخوات كلهم، وانتظروا جديد إن شاء الله. يعطيك العافية. ما زلنا معاكم يا اهل الديره هالاسبوع، بنطلع لكم كل يوم موهبتين موهبتين. ليش؟ علشان لا النظره السلبيه حق شباب، بعض شباب الكويتيين نقول لكم لا، يحتاجون شباب الكويتي كل الدعم وكل التشجيع. واحنا من تلفزيون الشاهد، من برنامج طاب مساكم الخط معاكم، ندعم شباب الكويت اللي هم اكثر من 60% يحتاجون من يوقف معاهم اعلاميا وماديا و لاخره. اللي يحب يتواصل يا اهل الديره وعنده عياله موهبه من المواهب، التصميم، الادب، الموسيقى، اذا غلط قولوا لي صلحوا، فن تشكيلي، في عندكم الموقع او ايميل، تشوفون انا ما اشوفه تشوفوا. الفترة هذه فترة الدورات بعد. هذه الفيسبوك عندكم، لو يقرا لي عبد العزيز تفضل. فيسبوك مواهب ام اي دبليو اي اتش بي جروب جي ار او يو بي. نعم شفتوا في الفيسبوك عندكم، قبل شوي الايميل طلع يا اهل الديرة، اللي حب يتواصل مع الشباب الحلوين الله يحفظهم ويبارك فيهم ان شاء الله يا ربي. باكر راح اشوفكم يا اهل الديره الطيبين مع مجموعه من مواهب وشباب اهل الديره الكويتيين اللي نفتخر فيهم، واقول لكم في امان الله، مع السلامه، الله يحفظكم.